جدلوا فرصة واحدة بالتعادل الوداد. هدف التعادل الوقت، هدف التعادل من القناص محسن ياجور. محسن ياجور في ثوب المهربي الخالص يسجل الهدف الاول بهذه الطريقه. حتى اللاعب المغربي وكل ما قيل عنه وكل ما تمت حياكته وكل ما روي عن اللاعب المغربي فيبقى قادرا على صنع العجب. عبد الحق التعريف مرر بهذه الطريقه واكد للجميع على انه